في التعليم، جعل الطبقة الوسطى في هذا الوقت تتضخم تضخما كبيرا. الستينات بدأت تضخ قيم جديدة، هناك هوامش للحرية. أنا منتمي لتيار كان بيأمل أنه يقدر يعيش بمجتمع منفتح علماني متساوي بين كل أفراده. The 1960s saw change across the Middle East and North Africa. Arab nationalism dominated regional politics in the first half of the decade, but foundered in defeat by Israel in the 1967 Arab-Israeli War. Countries rebuilt after gaining independence from their European colonizers, and the arts and culture flourished. But arguably, the greatest change was in society as a whole. Education, technology, and the rise of the individual shaped the decade. هو العقد اللي انطلقت فيه حركات وديناميكيات جديدة وتفتحت أذهان الشعوب على العالم وعلى الحضارة وعلى المدنية. المجتمع تغير عن مستوى بنياته، بزوغ الفرد، خروجه من العشيرة، وحتى التحولات التقنية، التحولات الفكرية أنتجت مجتمع آخر. فترة الستينيات دي شهدت تحولات طبقية كبيرة جدا، أهمها التمدد الكبير للطبقة الوسطى، تمدد أيضا الكبير للطبقة العاملة بما فيها العمال الزراعيين اللي موجودين في المجتمعات الريفية. تغييرات اجتماعية، تغييرات اقتصادية، الريف خرج من عزلته، يعني نشر التعليم خلق نخبة ريفية جديدة ما كانت موجودة، صارت منافسة للنخبة المدينية. This rural educational growth coincided with a building boom for schools and hospitals. وقد تم إنشاء مشحة لمستشفى الأمراض الصدرية في الكويت، وزود بالعدد اللازم من الأطباء ومواد العلاج، كما جرى توسيع عدة مستشفيات أخرى. بدأ الوعي أنه يردون يسوون مستشفيات بالجنوب، يردون يسوون مستشفيات بالشمال. وقد زودت بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، وشكل عمل على الانتهاء في بناء مستشفى العلاج بالنظائر المشعة، حيث تم استيراد كافة الأجهزة والمواد المشعة التي يتطلبها العلاج بهذه الطرق الحديثة. يردون يسوون مدارس أكثر، جامعات أكثر. فترة هذيك المدرسة كانت بعيدة ياسر، مثلاً في القيروان المدرسة الابتدائية بعيدة على المنزل 13 كيلومتر. مئات المحافظ تقتحم الأقسام بشوق ونهم للعلم. كلما قام في البلاد خطيب موقظ شعبه يريد صلاحه، أخمدوا صوته الإلهي بالعزف أماتوا صداحه ونواحه. في فترة كان الطلب على التعليم إلحاحي، الناس حبت تتعلم، الناس في الستينات كانت تتبجل وتحترم الأستاذ أكثر من رئيس الجمهورية، لأن الناس كانت تدرك باللي تغيير الحالة الاجتماعية معناها إلا حل واحد هو التعليم. في قانون عمل في 1958 أنه إجباري التعليم، أنه يلزمكم تقريوا أولادكم وبناتكم. آلاف الفتيات والفتيان أموا المدارس لا فرق بينهم. أنا كنت نتذكر حاجة في المدرسة الابتدائية، فما معلم يفرض علينا أن نقعدوا في نفس الطاولة التي هي تهز زوزة أماكن بنية وليد. هذا علمنا أنه الولاد راهو أخونا، ما عادش ننظروا له بنظرة أخرى. نفس الشيء للولاد، علمهم أن البنات أخواته، ما عادش ينظر لهم بنظرة أخرى دونية. هذه بداية هذا الاختلاط
بين المرأة والرجل يخلي التكوين متاع العقلية تكوين راقي ياسر. كان عنا عدد أولاد اللي يدخلوا المدرسة 12% ونسبة البنات 2%. جاء وقت قال يا سيدي بل كل شيء تعميم التعليم. انعماك الطلبة وانكبابهم على درس العربية ليؤكد لنا مدى اهتمامهم بالعودة إلى المنبع. الدولة أنشأت مدارس وأنشأت قانون التعليم العام وأنشأت أيضا كيفية جلب المعلمين من الخارج لمساعدة الكويت في النجاح في هذا الجانب. وإنه فتح الجامعات أمام أبناء الفقراء وأبناء الريف بشكل خاص وانشئت جامعات إقليمية عديدة صحيح لم تكن كافية إنما كانت في الوقت ده كتيرة جدا، وكان في تشجيع يعني لمجانية التعليم، وكان في عدم وضع أي عقبات أمام أي شخص إن هو يلتحق بالتعليم، وكان في اهتمام كبير جدا بالمدرسين وبالعملية التعليمية. أعداد المدارس بالتربية والتعليم قد ازداد. جامعة بغداد تأسست في زمن كريم قاسم وتوسعت كلياتها ومعاهدها في جلب الطلبة من الأرياف أو الأناث من سكان المدن بشكل خاص. ووضع بيده الكريمة الحجر الأساسي لجامعة بغداد. أنا وكان عندي أختين أكبر مني، إحنا الثلاثة كنا في الجامعة في وقت واحد. كان من الصعب جداً أن باباي الله يرحمه يصرف على ثلاثة في جامعة في وقت واحد بمرتبه، فده طبعاً كان تعليم مجاني هو اللي خلانا ندخل أحسن جامعات في مصر. كان الجميع يقرأ، وبعد ساعات الدوام يأتي أباهم وأمهاتهم ليمحوا أميتهم. وقد استجاب الأردن لتنفيذ مشروع محو الأمية باعتباره واجباً قومياً يستدعي حشد مختلف الطاقات والإمكانات للإسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. كانت في برامج في المحو الأمية منذ انطلاق الاستقلال. أغلبية الجزائريين كانوا ما يعرفوش يقرأوا ويكتبوا، ولا سيما في البوادي وفي المدن الصغيرة. قال جيل يعلم نصفه الثاني. كل اللي كان يعرف عربية أو فرنسية كان يشارك في محو الأمية. كنا نمحو الأمية حتى عند السجينات، يعني كانت عملية عمل أقوى من الكفاح المسلح. كانت شبه مدرسة عسكرية، احنا كنا بنلبس زي عسكري، يعني زي كان اسمه زي الفتوة، بنطلون كده مصنوع من قماش اقرب الى القماش الجينز، عليه جاكيت كده برضو من نفس النوع القماش، وكان لا احد يستطيع الذهاب الى المدرسة من غير هذا الزي. كان اليوم الدراسي بيبدأ طبعا بالطابور الصباح اللي هو فيه تمارين رياضية وبعدين تحية العلم، وكان بيبقى فيه الاذاعه المدرسيه. الاذاعه المدرسيه دي حاجه اساسيه كانت بتنقل للتلاميذ حتى في ابتدائي عناوين الجرايد الرئيسيه، اخبار عبد الناصر، الصراعات اللي موجوده في المنطقه. ارى انه المناهج اتحولت تحول جذري نحو فكره التاكيد على تكوين تعليمي لمواطنين اكثر ارتباطا بالدوله، اكثر ارتباطا بالمفاهيم الاشتراكيه. احنا وجدنا الطبيب واستاذ الجامعه والمهندس والمحامي اتيا من الارياف، وربما يتفوق على ابن المدينه، وربما يعتلي المناصب العليا في الدوله. التعليم بقى يدفع الى سوق العمل بمئات من النساء المتعلمات، وكان سوق العمل في ذلك الحين قادر على استيعاب كل الاعداد اللي بتخرج، لأنه كانت في مشاريع جديدة في البلد. Most people welcomed developments in academic education, but some favored increased vocational training. هل التعليم بيخدم الأغراض الاقتصادية والاجتماعية ولا ما بيخدمهاش؟ يعني مثلا نلاحظ إن في اهتمام كبير بالتعليم الأكاديمي، لكن البلاد عايزة تتصنع، فلا بد أن يكون في اهتمام بالتعليم المهني. بدل ما نخلي التعليم ينمو كيفما اتفق، محتاجين ان احنا ندرس مسبقا
مستقبل التعليم. في التعليم جعل الطبقة الوسطى في هذا الوقت تتضخم تضخما كبيرا، وهذا هو التحول الطبقي الرئيسي في فترة الستينيات. يعني حصل شكل من أشكال الحراك الاجتماعي الذي لم يحدث في مصر من قبل ولا من بعد. قضية إنتاج الطبقة المتوسطة بطبيعة الحال كان هو نتيجة سياسات عمومية وتسريع وتيرة التعليم وكذلك الحضور القوي للعمل داخل الإدارة العمومية. But despite the growth of education, millions still lived in poverty. كانت الطبقة اللي كانت الخبز يابس وما تلحقوش، مجمر ما يقدروش يشوه، يديروا تقبة في الترابو يديروا مناسب هادوك الحجر ويشعلوا ويروحوا يلقطوا منه ومن واش يقدروا يطيبوا. صندوق تضامن هو عملية نظمها الرئيس أحمد بن بلة في ذلك الوقت حتى نملأ الخزينة التي أفرغتها فرنسا، خلت لنا البنوك فارغة وخلت لنا الخزائن فارغة، فهذه الخزائن يجب أن تملأ، إحنا رانا في حالة بناء. قررت السلطة الثورية في إطار برنامج تجهيز الجزائر كفاح ضد البطالة من جهة أخرى. أنا كنت من الناس اللي اختيار الاشتراكية. الاشتراكية إيه؟ الاشتراكية إن إحنا نقضي على الفقر، نأخذ من أهل الغنى ونعطي لأهل الفقر. الناس غلابة، عايزين إيه؟ عايزين يتعلموا وعايزين يأكلوا وعايزين يسكنوا وعايزين يعيشوا كويس، ومن هنا ما فيش رأس مالية تديهم الحكاية دي. شعوب فقيرة، طب هتعمل إيه؟ هتعلم الناس إزاي؟ تأكل الناس إزاي؟ نجاح النموذج السوفيتي في أنه يقلب روسيا المتأخرة إلى دولة كبرى عظمى، والدول اللي لحقت هالنموذج بآسيا وغيرها والصين، يعني كلها كان العالم كله متجه نحو نموذج اشتراكي تنموي رأسمالي الدولي. إن هذه الجماهير التي شدت بكل جوانحها إلى ثورة رمضان الاشتراكية ستبقى أبدا القاعدة النضالية الصلبة. يعني الناس كان عندهم مشكلة ما بيلاقوا عمل، كان وقت يبنى مصنع يفتتحوا الرئيس، يعني المصنع رمز للتقدم. كان أطلقت حزم الإجراءات الاشتراكية، الحزم الاشتراكية القضاء على الإقطاع، توزيع الأراضي على الفلاحين. كل الجنوب كان الأراضي يملكها 4 أو 5 أشخاص، في كردستان نفس الشيء. كانت هذا الوضع قضى عليه في ثورة تموز. بدأنا تحديد الملكية ولن تكون هناك حرية إذا قيد الفلاح وإذا استغل الفلاح تحت اسم الإقطاع. الإقطاعيين اللي عندهم ملايين الفدادين والفلاحين ما عندهمش حاجة، فبدأ يدي الفلاحين كل واحد 5 فدادين. دي طبعا عملت نشاط زراعي. على رأس مستوى الاشتراكية واقفين بنهندس على المي. وبالفعل ما إن انتصفت الستينات حتى كانت البلاد تغلي بالمشاريع في البناء والتشييد، وكانت المصانع الكبرى كالفولاذ بمنزل بورقيبة والورق بالقصري. مدة 60 من 60 إلى 70 عشنا فترة طفرة كاملة بتاع التخطيط. ثم جاءت الشركة القومية للتمويل، وهي التي أسهمت في بناء كل شركات الدولة. وقد بلغ عدد المواطنين الذين وضعوا ثقتهم وأموالهم في أيدي هذه المؤسسة القومية 130,000. وتم تأسيس عشرات التعاضديات حتى يرتقي الإنتاج في الفلاحة والتجارة، لكن الفكرة وإن كانت رائدة فإنها لم تقنع التونسيين المتشبثين بالملكية. حركة التعاضد اللي جابها أحمد بن صالح ملول طبقة وقت اللي كانت على المستوى الشعبي، وهذا ما خلى أنه فما ناس فقدت ممتلكاتها وأراضيها وكل، ولكن وقت وصلت المستويات الأعلى للطبقة العليا للأغنياء هما
وضعوا لها حدود كسروها يعني، خاطر وقتها بورقيبة بدا يمرض في 69 وقت فشل تجربة التعاضد يعني. الناس فقيرة جدا ولازم دخلها يزيد، فدخلها يزيد بيه من خلال زيادة دخل الدولة نفسها. وكان شباب الجمهورية العربية المتحدة في مقدمة العاملين بها، شباب الإقليم الشمالي مع إخوته شباب الإقليم الجنوبي. حدث تطور صناعي مهم بسبب توجه الحكومة للتصنيع والاتفاقيات التي حدثت مع سواء الاتحاد السوفيتي أو حتى فرنسا، وهي كانت كلها باتجاه التصنيع. زار الدكتور عزيز صدقي وزير الصناعة المركزي مصانع الحديد والصلب في حلوان لمشاهدة نجاح إشعال الفني العالي الثاني. حدث تغير طبقي مهم جدا، وهو إنشاء المصانع الحربية في منطقة حلوان وإنشاء المصانع في منطقة شبرا والتوسع في الصناعة. ناس كتير جدا طلعوا من المجتمعات الريفية ومن طبقات الدنيا وتعلموا واحتلوا أماكن في قطاعات الدولة المختلفة، في الاقتصاد وفي السياسة وفي الخدمات الاجتماعية المختلفة وفي القضاء. واللي شجع على ده أكتر كمان إن الدولة كانت بتتكفل بتعيين الناس خريجين الجامعة. على طول الواحد بيتخرج من الجامعة النهاردة بعد شهرين بيكون واخد وظيفة في الدولة. أفكار الاشتراكية في عالم ثالثي كما كان يقال، كان الغرض منها هو تكسير هذه الفجوة بين الطبقات وخلق طبقة وسطى جديدة يتم فيها إعادة توزيع الدخل القومي، وهي التي تقوم عليها الدولة. العمود الفقري لأي دولة هي الطبقة الوسطى. المغرب أفرز طبقة وسطى بالأساس صغيرة جدا، الأساتذة والمعلمين والناس ديال الوظيفة العمومية. هذه الطبقة الوسطى هي التي كانت تحدد الإطار اللي كانت فيه كتجرى فيه العمليات السياسية. إلى رغم أن ما كانش فيه وفرة من المادة، لكن كان فيه شعور بالعدالة. ما كنتش بتحسي فلان يقدر وانت ما تقدريش. إحنا كنا سعداء، كنا فرحانين ان احنا بنروح المدرسه، فرحانين ان احنا بنروح الجامعه. فسحتنا كانت تمشيه على النيل، ان كنا ناكل البطاطا واحنا ماشيين على النيل، حاجات بسيطه جدا. By contrast with Egypt, the discovery of oil in the Gulf states catapulted their economies into major global markets. تحت هذه الرمال تختبئ الثروه، اعظم ثروه عرفها العصر الحديث. فهذه البلاد الصغيرة هي في الدرجة الرابعة بين بلدان العالم المنتجة للنفط. بعد اكتشاف النفط أدى إلى تحول المجتمع كله. عائدات البترول أيضا ساهمت في أن تغير أنماط السلوك المجتمعي من سلوك حرفي إلى سلوك أيضا اقتصادي تجاري. 3000 رحلة وثمانون مليون طن من النفط. إن الثروات من هذه المسافات الشاسعة تعود إلى الكويت في شكل مصنوعات. عائدات النفط عادت على البلاد بأن انتقلت من نمط معين من السلوك ومن العادات ومن القيم إلى سلوك آخر، وتحضر سلوك آخر يلعب بنعمة الخير الوفير للأتى. اهتمت الدولة في أن تثمن كثيرا من البيوت والمناطق حتى تعيد ترتيبها من جديد، وتعيد أيضا رونق العمل فيها، إنشاء مدن جديدة في هذه القضية. المحاسن الصدف أني أنا بدون، بالتالي أنا أدرك هذا الجانب. كنا نعيش في الصحراء، وأيضا الدولة اهتمت في أنها تنشئ مناطق وتوطنهم وخصصت لهم بعض البيوت والمساكن، وترتب عليها أن هذه القرى أنشئت وأبنائهم علموا ودرسوا وقدم لهم خدمات صحية واجتماعية وساووا بينهم وبين المدن الأخرى. المدينة أصبحت نظيفة، انتظام مسار العجلات في الشوارع، الالتزام بالقانون،
إناقة الأوروبية في ملبس النساء والرجال. In both oil-rich countries and elsewhere, transportation and road building also improved. صار في تقدم كبير. قرى اللي معزولة صار في باص أو حافلة بتروح على معظم القرى، بتمر عليها على الأقل مرة بالأسبوع ولا باليوم. تواصلت المناطق مع بعض، هذا أكيد. سيسهل هذا الجسر حركة المواصلات ويخفف الازدحام على جسر الجمهورية، وسيساعد أيضا على زيادة حركة العمران في تلك المنطقة. الطرق أيضا فتحت في الأرياف، فالحركة بين الأرياف والمدن ازدادت، يعني التجارة الداخلية أيضا شهدت تحسن. توسع استخدام الآلات والسيارات والباصات. السيارات كانت قليلة، كانت وسائل النقل ما كنا نسميه باصات المصلحة. But the most profound changes of the decade were often in people's minds. Arab society was on the move. الستينات بدأت تضخ قيم جديدة. هناك هوامش للحرية. الجامعات بدأت تظهر، المقاهي اللي كانت هي عبارة عن منتديات أدبية، وشعراء وأدباء وسياسيون ومتمردون كانوا يلتقون في هذا المقهى، ومن هناك يتوزعون إلى الحانات. وأنشئت المسارح التي تقدم فيها الحفلات الغنائية والراقصة، يقدمها أشهر الفنانين والفنانات، إضافة إلى دور السينما الحديثة. وكانت الحانات آنذاك متراصفة واحدة بعد الأخرى. يعني أنا بالستينات كنا نروح ملهى ناكل، أنا شابة ويا أهلي وخالاتي وبابا وكلهم أزواجهم، ونتفرج على فرق تجي من إسبانيا من فرنسا، الفرنش كانكان. أذكر هواية التويست والتشاتشا والروك أند رول. خالي كان راجع من إنجلترا وهو كان ماي بارتنر، فكان هو اللي علمني على كل هاي الأشياء. أركب بايسيكل، أطلع بالشورت. جدي يجي تقول لي ماما عيب جدك جاي، يقولها لا لا بابا لا، هذا جيل يختلف، مو مثل جيلنا، خليها براحتها. هناك روح تمردية بدأت لدى الشباب والشابات، نزوع إلى التغيير، رفض التقليد، رفض القوالب والتابوهات السائدة والمفروضة عليهم، رغبة بالتحرر، رغبة بالحصول والاتصال مع الجنس الآخر، تأثراً ربما في أوروبا. Society in most of the Middle East and North Africa changed profoundly in the 1960s. Some countries resisted change and fought to retain established traditions. But others, like Lebanon, embraced the opportunity for attitudes and social behavior to move with the times. بيروت بمحاولة إنها تسرع بمواكبة الحداثة، كان دائما تفاجئنا نحن اللي عايشين ببيروت. كيف كان مشهد شارع الحمراء؟ بالأول كان شيء كأنك مشترك بحفلة عاملين ناس أغنى منك، كنت تحس دائما إنه في استعراض بكل شيء عم ينعمل. حتى بيع الشاورما لما عم بيعطيك الساندويش، حتى استجابة سريعة للأزياء اللي عم تصدر بالعالم بالغرب، يعني الأبيات القمصان اللي فجأة صارت الأبية واصلة لهون، كفيات التروتوار اللي كانت عم تكون موجودة، المكتبات، العلاقات بين الناس بالمكتبات، كان موجود هالخليط من الأشياء، واللي دايماً عم يقترح على العالم إنه ليكوا هالمنظر ما أحلاه، وليه ما بتكونوا أنتوا هيك كمان. كنا نتأثر أكيد ببعض المغنيات الفرنسيات أو المغنيين الأمريكان، كيف طريقة لبسهم، كيف يسيبوا شعرهم، نحس إنه في فرق بين حياتهم هني وحياتنا نحنا. في أكتر حرية، في أكتر انفتاح. كان بعده أكيد مجتمع مغلق، أو أتليست مجتمعي أنا يعني.
On the surface, bright lights and more daring fashion indicated a shift in society's attitudes towards women. But deeper down, in politics, the media, in the jobs market, and the family, age-old attitudes and other barriers were often much harder to break down. كان في فصل ما بين اللي بنشوفه في السينما وحياتنا هي ايه. لما عبد الحليم حافظ بيقعد يحب واحده في الفيلم كنا عارفين لا اصل ده تمثيل مش هي دي الحياه اللي احنا نمشي بيها يعني. فكانت سوكين ان احنا نكلم بعض في الاوتوبيس بس ما كانش سوكين ان احنا نكلم بعض في الشارع. ما كان في فترة نهوض، كان في محاولات من قسم كبير من الشباب يعني، خاصة الشباب اللي متعلم اللي عم يفتش على مستقبل أفضل يعني. عشنا بالهواء، لأنه مهم تجيب سيارة، مهم تلبس ساعة، مهم تعمل، عرفت كيف؟ انتقلنا بسرعة من 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 وضع اجتماعي معين لوضع استهلاكي قوي كتير، ونحن ما عندنا البنية التحتية. الأزياء اتغيرت، الطبقات الخاضرة كانت بتلبس اللي هي الموضات. مثلاً بمجرد ما طلعت الميني التنورات القصيرة العراقيين بلشوا يلبسون، البنات يعني بالذات بنات وأولاد طولوا شعرهم وصاروا خنافس كلهم، ويعني صارت موضة ومشوا بيها يعني. المايوهات سليب، الشعر طويل، الكرافتة عريضة، الياقة عريضة، جزم الرجالة كان بيبقى لها كعب كده، ويتريقوا بقى على اللي يلبس جزمة اللي هي التقليدية دلوقتي. حتى استيراد أشياء جديدة كانوا إما يروحون يتسوقون من بيروت أو يأخذون الموديلات المجلات الموديلات، وكان في أدنى خياطات بارعة أو هم يتعلمون ويخيطون على الكوبون وعرفه ويخيطون. لاسيران، وحتى عادت لاسيران بأحلى الفساتين أحببنا الجمال. لاسيران عروس البحار في الماضي وأميرة الأناقة اليوم. لاسيران اختارت لك تشكيلات رائعة من الأقمشة العالمية. لاسيران لكل كانت السيدات مهتمة جدا بالشياكة وباللبس وبالموضة. كان البنطلون بدأ يطلع جديد في سننا، فأنا رحت لبابايا وقلت له هعمل بنطلون. قال لي لا ما تعمليش بنطلون مش هتلبسي. قلت له بس استنى لما اعمله، لو عجبك هلبسه، لو ما عجبكش مش هلبسه. رحت للتاجي صممت البنطلون وقلت له عملت البنطلون ولبسته وعملت عليه التونيك اللي هو الجاكيت الطويل كده لحد هنا. بابايا بص عليه وقال لي والله ده محترم قوي، ده احسن من حتى الفساتين اللي بتلبسيها دي. نحن الآن كما تلاحظون وسط مجموعة من الحسان في أزياء مختلفة، بعضهن يرتدي الميني جوب والبعض الآخر كما تلاحظون يرتدي الماكسي جوب. أنا أفضل الماكسي لأنه بيبرز أنوثة المرأة أكثر، وفي نفس الوقت جديد وكل موضة جديدة منحبة من كل الناس، وبعدين بيخفي العيوب الجسم كتير. أنا بفضل الميني لأسباب كتيرة، من هاي الأسباب أنه هلأ إحنا بوقتنا الحاضر الإمرأة نزلت لحقل العمل وصارت تروح من سوق لسوق يعني مشان تشتغل، فطبعاً الميني بيكون أخف عليها وما بعيد من حركتها. كنت بروح المحكمة بفستان ميني جوب محدش كان بيبصلي، لأنه كنا مشغولين بحاجات كتير وبقضايا كتير وبالثقافة وبالفن وبنشوف النجوم الحلوين وبنشوف الأفلام العظيمة. كل ده كان اهتماماتنا في إن إحنا هنبني بلدنا، إن إحنا هنواجه التحديات، إن إحنا هنصنع، إن إحنا هنصدر، إن إحنا هنتعلم. كانت نهضة بالحركة النسائية، مش بالحركة النسائية الإيديولوجية ولا الجمعيات وإلى آخره، لكن في انعتاق للمرأة، في شعور بالانعتاق عند جزء كبير من نساء الطبقة الوسطى. يعني يكفي أن نعرف أن أول وزيرة في مصر امرأة كانت حكمة أبو زيد في عهد جمال عبد الناصر كوزيرة التضامن. يكفي أن نعرف أن أول نائبة في البرلمان مصر ست مصرية كانت موجودة روي عطية. كان في محاولات للدفع النساء في البرلمان، مثل في الجانب اليساري فاطمة حنين إبراهيم من دوائر الخليجيين حزب الشيوعي، ومثل من الجانب الإسلامي سعاد الفاتح البدوي
التي أصبحت هي رئيسة للجبهة النسائية الإسلامية. الدولة حتى تتأسس على أسس ديمقراطية واجتماعية كان من المفروض أن نبدأ بتغيير العلاقات داخل الأسرة. ثم نص اصدر اللي هي مجلة أحوال الشخصية في 1356 اللي ينظم حقوق النساء. بالنسبة لي مثلت مجلة أحوال الشخصية ثورة عبر القانون. المجلة صدرت مباشرة بعد الاستقلال، ساعد على خروج النساء إلى سوق العمل، لأنه مباشرة بعد إصدار هذه النصوص ظهرت مجال الشغل، كما ظهر قانون الوظيفة العمومية اللي تأسس على مبدأ عدم التمييز بين الجنسين. وإحنا نعتبر أن مجلة الأحوال الشخصية هي نموذج في العالم العربي، نشوف أن بلادنا تقدمت. وهيك شفنا نساء سوق الطائرة، مرأة قاضية، المرأة اللي درس، تواجدت العديد من نساء في العمل النقابي كذلك، والصحفيات والدكاترة. والمرأة اللبنانية نزلت العمل كمان، صارت تشارك الرجال. كم ساعة بتشتغلي بالنهار؟ من السبعة للساعة أربعة. وبتوفقي بين عملك في البيت وعملك في المعمل؟ نعم. أي ساعة عمل البيت بتعملي؟ يعني بستهل الساعة سبعة. بجرب إني أقوم الساعة أربعة خمسة لشغل بيتي. بشتغل شغل بيتي كله، دبر بنتي على المدرسة، وبعدين بيجي بستهل الشغل. وما دام المرأة بتزيد عددها في العمل، بتلاقيها بتزيد عددها في حاجات تانية نتيجة شغلها الكثيف ده هو في هذه الصراعات. ادها طبعا ميزة انها تدخل شوية البرلمان، بس مش كثير. هو الرجل عن المصري، واي رجل في اي بلد مستعد مراته تشتغل، هاي بتجي فلوس. لكن تبقى زعيمة سياسية، دي بقى مش كبه، دي عايزة وقت. كما أن أكبر حركة تحديث أو محاولة تغريب كانت تقوم بها السينما، فكانت الرمزية للمرأة الجديدة اللي تمثلها فاتن حمام مثلاً، تحية كاريوكا، أم كلثوم، فيروز في لبنان أو غيرها. وكانت السينما أداة ضخمة للترفيه والتسلية وتغيير العقلية. وهذا يعني عمل فقط تغيير فوقي، وبعض النخب المتغلبة. جميلة بحيرد هي كانت مثال للنساء العربيات في هذه الفترة. الكلمات ما يكفيوش باش يعبر الإنسان على تضحياتهم وعمالهم، والحديث على الشهداء غير كافي. في ناس كانت مثالة فاتن حمامة مثلاً، اللي بيحبوا التمثيل بيحبوا الشهرة السينمائية، بس كنساء مناضلات طموحهم أعلى من هيك هي جميلة بحيرد. جميلة بحيرد كانت أمل مش بس للجزائر، كانت أمل للوطن العربي. ولما جميلة جت مصر كلنا احتفلنا بيها، مش بس على إنها جميلة بحريد، ولكن على إنها مثال للسيدات في الوطن العربي. كان الهدف تاع المنظمات الجماهيرية ومنها الاتحاد الوطني للنساء الجزائريين تعريف المرأة بحقوقها، وتعريفها بواجباتها، وتعريفها بدورها في البناء والتشييد، ومشاركتها في الثورة أعطت لها زخم أنها ند للرجل في بناء الوطن. وأصبحت الجزائر بمدنها وقراها عبارة عن سجن كبير تحيط به الأسلاك من كل جانب. قلنا إحنا من نهار الأول شي في بيننا واضح، حبينا ندخلوا في الجيش التحرير. على بالنا باللي في الحروب اللي صار في أوروبا واللي صار في الهندوشين، كاين نساء اللي انضموا للجيش، وكاع الناس هادو اللي داهم للجبال، اللي داهم للكام،
اللي ماتوا واللي قتلوا شكون اللي بقى موراه؟ بقاو النساء، وشكون اللي رفد الاولاد، وشكون اللي رفد للمجاهدين اللي ما نحكموش؟ كانوا النساء. وسائل الإعلام تعنون على صفحاتها الأولى بعبارات دعائية: هذه الإرهابية الخطيرة. أيام الثورة كانت المرأة كانت تمشي مع الرجل في تحركاته من جبل إلى جبل ومن مكان إلى مكان، ولو أنها كانت لها هي تغسل، هي الطيب، هي معه في كل صغيرة وكبيرة. حملت السلاح في وقت الذي لابد أن يحمل سلاح في الفداء، في عمليات الفداء في المدن. كانت مريم بوعتورة رحمها الله تحمل كلاشينكوف تحت الملاءة السوداء في قسنطينة. خرجنا في الاحتفالات 5 جوية بدون حجاب، خيطنا الملابس الجميلة أخضر وأبيض وأحمر، وخرجنا بدون حايك، أنه كنا وكأننا كنا نختبئ من الفرنسي. استقلت الجزائر يلزم كيفاش نقولوا عصر جديد وحياة جديدة وتقدم وتطور وما نعرفوش، والحايك كان عادة من العادات لا أكثر ولا أقل. انقسم وانشق المجتمع انشقاقا فريدا عجيبا. هناك معسكر مع المرأة ومع تحرر المرأة ومع القانون رقم 188 لعام 59 الذي ساوى المرأة بالرجل. ووحد الموقف من موضوع الإرث بين الرجل والمرأة، ومعسكر ضد هذا. هذا له لون سياسي وهذا له لون سياسي. بعد الاستقلال وقع نوع من الردة ذهنية، رجعت بدأت ترجع. طالب معايا في الجامعة قال لي دوك اليوم روحوا تريحوا، خدمتوا شاركتوا في تحرير البلاد وكلش، روحوا تريحوا وتولدوا وليداتكم. وكأنه يريد أن يحتكر حب الوطن. ثم كثير من الناس كانوا ضد حقوق النساء، يعني دائماً الإصلاح الجديد تعترضه الحواجز اللي تضع قيود لإقرار الحقوق، واللي خلي أن نصوص ذي كلها فيها توفيق بين ما هو حقوقي مؤسس على مبدأ المساواة وما هو موروث ثقافي وديني. كان هناك فكر اللي جاي من مرجعية إسلامية، بعض المرات إنتاجات فقهية مقاصدية اللي حاولت تبلور الفكر الديني اللي واكب في قضية تحرير المرأة. رغم كل المحاولات راه حتى وقت صدرت المجلة ثم مجموعة من الفقهاء اللي رفضوا المجلة بتعلى أنها ضد القيم والعادات والتقاليد التونسية. Some women saw the progress made through the rise of feminism as a stepping stone to further freedoms. أنا بنتمي لتيار كان بيأمل إنه يقدر يعيش بمجتمع منفتح علماني متساوي بين كل أفراده. هذه المرة يؤسفنا أن نبدأ العام الدراسي بهذا التجمع العام لإعلان إضراب أو مظاهرات أو احتلال تربية حسب ما تقره الجمعية العامة في هذه الكلية. في الجامعة كانت منبر قوي للحوار ما بين الطلبة. التفسير الأول هو التفسير الديني، إنه إحنا بعدنا عن الدين وبقينا أقرب إلى الملاحدة ونسينا ديننا وإسلامنا وإلى آخره، وبالتالي الحل في العودة إلى الإسلام، وده تيار معروف من أنصاره. التيار الآخر وهو التيار الأضعف يعني اللي بيقول لا، دي المواجهة دي هي بصفة رئيسية مواجهة حضارية، الحل هو اللحاق بركب العلم والتطور العلمي وما إلى ذلك. الشارع المغربي يمكن دابا ملي كتشوف الصور على اليوتيوب وكاين واحد النوستالجيا كبيره ديال هذاك الستينات، انفتاح المعلمات بهندام اوروبي،
الاساتذه بهندام متطور، حتى شي كتعكسوا حتى السينما المصريه لحد ما في هذا الوقت الى اخره، كيعطيك واحد انطباع بان البلاد العربيه دخلت العصرنه بقوه وانفتاح. اللي ما كنساوش هو ان هذيك الصور هي كتهم اقليه، واقليه صغيره بزاف، في حين ان غالبيه المجتمع 90-95% ديال المجتمع هي كتعيش في زمن اخر. هالتباين بين الناس اللي قدرت الحداثة تاخدهم وبين الناس اللي استبعدتهم الحداثة كمان، يعني مش هن بخاطرهم انه هن يضلوا بعاد عنها، انك تكون جديد ومودر بمجتمعات من هذا النوع يعني انك تكون عندك ادفانتجز، يعني تخليك تسهر، تخليك تلبس، بينما بالستينات كان لما بتروح على ضيعتك بتكتشف انك رحت على عالم تاني. انه انا عرفت ضيعتي بسنوات الستينات كما كان حالها قبل قرن او قرن ونص او قرنين، ما كان في سيارات، بتذكر انا وطفل اقعد انطر وصول بي، فبس تبين سيارة اعرف انه هذا بي. يعني اذكر انه انا حينما كنت في حنتوب لم يكن هناك شارع، وكان فقط 3 باصات في الأسبوع تلحص رخيصة لمدينة كبيرة ما كانت تعرف الكهرباء والمياه إلا بعد ثورة أكتوبر 64. اضطرت أعداد كبيرة من الفلاحين إلى ترك الريف والتوجه إلى المدينة. في المدينة لم يكن لديهم أماكن سكن، فسكنوا في الصرائف في بيوت الصفيح. مثلاً سكان جنوب اليمن بأكملها كانوا حوالي 1.5 مليون، نجد أن مدينة عدن لوحدها كانت تحتفظ بحوالي 500,000. هذا التدفق كان أكبر بكثير جداً مما يمكن أن توفره الصناعة من وظائف لهؤلاء المهاجرين، وبالتالي بدأ يحدث تضخم فيما يطلق عليه القطاع الحضري غير الرسمي، اللي هو الناس بيخلقوا في وظائف لأنفسهم. لازم ذكر دايماً كيف بيشتغلوا، يعني كان اللي بيقعد على ما يسمى بيت النار كنشوف إنه هالشي هيك صعب احتماله، يعني بالوقت اللي ببين كأنه هؤلاء الشغيلة عم يصنعوا هن بهذا الجهد الكبير المشهد اللي برا، هن ناره يعني هن وقوده لهالمشهد اللي عم بيصير برا، اللي بتجي بنت مثلا كأنها جاي من هوليوود فورا وعم تحكي بالإنجليزي وتتسم وتسلم عليك وتتعرف وإلى آخره. دائما ببين في فارق، يعني هذه الأيقونة إلى وجهين. وأنا برأيي رغم مرور كل هالسنين منذ الستينات إلى الآن بعد الحداثة ما قدرت تجر العالم كلهم. يعني وبالتالي نشأت عندنا ازدواجية داخل المجتمع، نخبة مغربة أو حاول الاستعمار وتغريبها، ونخبة تقليدية، ولم تقع لم يقع ما كان ينبغي أن يقع في كل التجارب وما وقع في كل التجارب التي حققت نهضتها، وهو عملية تجديد وتحديث للمؤسسات التقليدية. فتركت المؤسسات التقليدية على حالها وفي ضعفها وفي هامشيتها. الملفت بآخر الأمر أنه الأنظمة العسكرية اللي إجا رموزها عملية من الريف حولت الإصلاح الزراعي لمجرد شبكة بتربط هالسكان الريفيين بالسلطة، بتزيد استتباعهم للسلطة، ولم تخلق بالتالي أي جاذبية اقتصادية للأرياف.
شيء اللي أدى لحركة النزوح. أنا رأيي استفاد منها النظام العسكري القومي، حول هالبؤساء هدول النازحين إلى رقابة على المدينة، رقابة مش بس أمنية، رقابة ثقافية أيضا. هيدا شكل من أشكال إمساك السلطة العسكرية القومية بالمجتمع ريفا ومدينة. But in one key part of the Middle East, Palestine, change was far harder, if not impossible, to bring about. While many other Arab societies progressed, the post-1967 outlook here was bleak. كان نهر الأردن لغاية الخامس من حزيران سنة 1967 رمزاً لوحدة ضفتي الأردن الغربية والشرقية. للأسف أنا بالنسبة لإلي وجيلي كلمة ستينات دغري تعني بالسبعة وستين والهزيمة. كان هو الانتظار أنه يحرروا لنا فلسطين ونعود إليها، لكن ذبح المدنيين في بعض المواقع يعني كان قصة مؤثرة متعمدة الإسرائيلي كي يهاجر كثير من الفلسطينيين، وهاجر عدد من أبناء الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية. نزوح فان بالنسبة للكثيرين، كان همهم الأكبر أن يبعدوا صغارهم عن ميدان القتال. وكانوا يعتقدوا أنه الآن المعارك نذهب إلى الضفة الشرقية، عندما تتوقف المعارك نعود إلى الضفة الغربية، عندما توقفت المعارك إسرائيل أغلقت المعابر. The 1960s is often described as the decade that shook the world, and this is true of the Middle East and North Africa. Society changed, creativity flourished, but there was also bitter conflict in several countries. Some of the progress made during the decade has stood the test of time. But Yemen, Iraq, and Syria have since experienced terrible turmoil, and the Arab-Israeli conflict is no closer to being resolved now than it was six decades ago.